رابعة. لما نحكي عن مصلحة بنكون عم نحكي عن مصلحة مادية بأغلب الأوقات، يمكن تكون الجنسية، ممكن تكون إنه حدا بده يعمل عيلة، بده يجيب ولد، ممكن تكون مصلحة اجتماعية، الهرب من العنوسة، أو إنه امرأة مطلقة ما بدها تضلها تقول عنها مطلقة أو أرملة، بدها إنه خلص تتجوز هيك لتنستر بنظر المجتمع. ممكن تكون مصلحة مبنية على واحد بده يمكن يستغل أو يستولي على مال حدا، أو ممكن تكون فتاة مثلا عايشة بعائلة فقيرة وبدها تطلع من هذه العائلة. شروق، هل بتختلف آثار هالزواج على الشريكين وعلى العائلة إذا كان بالتراضي أو بالكذب؟ بتختلف أو ما بتختلف هي بناء للظروف، يعني أوقات هذا زواج المصلحة ممكن يوصل لمحل إنه تخلق المودة والعاطفة بين الشريكين، ممكن بس كثير قليلة النسبة. النسبة العالية بالدراسات بتفرجي إنه تقريبا 60% من الزواج المصلحة بيوصل للفشل، للطلاق. ممكن يكون طلاق، ممكن تكون مشاكل، ممكن يكون عنف، ممكن تكون نصب، احتيال، سرقة، كل هود الأشياء ممكن تزيد نسبتهم بزواج المصلحة. ليه؟ لأنه منه مبني على أساس تفاهم، على أساس مودة، على أساس لما تنتفي أسباب اللي خلت هيدا الزواج يصير، فبالتالي حتخرب هيدا العلاقة. يعني هيدي المصلحة مجرد ما تخلص توصلوا هيدا للشخص المصلحة، خلص شو بعد بده بهيدا الزواج. بس شروق، تاريخيا يعني إذا بنرجع لموضوع زواج المصلحة، هو تاريخي، هو تاريخي ونجح يعني عند العائلات المالكة لأسباب سياسية، للمحافظة على العرش، للمحافظة على السلطة والمال، نشأ هيدا الزواج واستمر عبر العصور وعبر بدك التاريخ. بدك تشوفي شو كان الكونتكست او شو كان الظروف هنيك، ليحافظوا على ارث العيله، كان في ثقافه، ليحافظوا على العرش معين. مظبوط، انه اليوم الملوك واصحاب العروش انه ما عندها مشكل هي انها تكون عم تتزوج على مصلحه من ملك ثاني، لانه هي اصلا لازم تحافظ على هيدي العيله وعلى هيدا الاسم وعلى هيدا المال والسلطه اللي هي عندها اياها. بس اليوم مع تطور العلم، مع تطور التكنولوجيا، مع العصر اللي نحن فيه، لا، صرنا ما عم نفكر بهيدي الطريقه، صرنا عم نفكر بطريقه ثانيه، انه انا بدي اختار شريك صح كفي معاه حياتي، بالنهايه في اطفال عم بيكونوا موجودين. بس شروق، اذا بدنا نرجع على الواقع بعيدا عن النظريات والعلم، اليوم اذا بنرجع للواقع المادي اللي عايشينه، مزبوط، بنسبه كثير عاليه، ما عندي نسب، بس بنسبه كثير عاليه من الصبايا والشباب عم بيروحوا على الزواج لاسباب مصلحه. يعني بشكل مبسط، ام بتشوف والله بيكون وضعهم المادي وسط، او مرتاح، بتقول له لابنها بدي زوجك بنت فلان لانه بتامنك اكثر. مزبوط، وعادي بتصير وبكملوا وبيجيبوا اولاد، واحلى صور على انستغرام، واحلى حياه عايشينها على انستغرام. مش كل شيء بنشوفه بس على انستغرام، ممكن يكملوا. هو يعني بنعرف ليه صار لهم 10 و20 سنه. اكيد ممكن يكملوا، ما اختلفنا انه ممكن يكملوا. هلا نسبه انه يكملوا، في نسبه انه يكملوا، بس مين عارف اذا هذا الزواج فاشل او ناجح؟ يعني اليوم اذا انا بنزل صوري على انستغرام انه انا وزوجي عابطين بعض مع اولادنا، مين قال انه انا اولادي عايشين ببيئه امنه؟ بدك تقولي شيء زينه؟ بس صحتهم النفسيه كيف هو العالم؟ اكيد هذا الشيء اللي عم نحكي عنه. كل يوم بيناموا على المخده مدمرين. مش صحيح، هلا ما في صحه كيف فيه. يعني مدمرين؟ شي مره اجت لعندك امراه مدمره؟ اكيد. ليه ما في؟ اعطيني مثل هيك. حي في كلاينتس بيجوا لعندي انا بيقولوا لي انه اهلنا بدهم يجوزونا عشان يخلوا الورثه بالعائله. بدهم يجوزوا الورثه بالعائله تضلها، ومجبورين يضلهم وبيكملوا مثل ما قلتي سوشيال ميديا وحياة كثير حلوه هيك، بس صحتها النفسيه بالارض. يعني كانه حدا عم يعني يا حياتي ديبرشن خيانه. بس شروق، ما بتعرفي ولا بنت أو وزير او اكتئاب. رابعه، ما بتعرفي ولا بنت وزير. في سيدات بهالمجتمع نحن بنشوفهم بنقول عايشين احلى حياه لانه مزوجين رجال معهم مال، وهن مدمرين نفسيا او عم بيروحوا للاسف على الخيانه بسبب هيدا الزواج. انا بشوف العكس، انا بشوف العكس. ما عم اقول لك تعميم، ومش كلياتهم بيناموا على مخدة ومش كلياتهم مبسوطين، بس أنا بعرف نسبة كبيرة من الشباب بيروحوا بيشوفوا بنت إكس، وما بدي أقول أسماء، أنا بعرف الأسماء، بيتزوجوها لأنه بيا رح يأمن لهم وظيفة بالدولة. طبعا هلأ الدولة صارت ما بقى تعنين لأنه نزل الدولار، بس رح يجيبوا وزير، رح يجيبوا مدير عام،
وعندي الاسماء وعندي اياهم وعايشين مع بعضهم ومبسوطين. وانا بعتقد اوكي شو يعني ماشي حالهم ماشي حالهم وصار عندهم اولاد وعايشين وصار لهم 10 أنا 15 سنه من برا وصار مدير عام ماشي حالهم ولا لا بس فاطمه بس انا ما شايفه من جوا اذا هذا الزواج ناجح ام لا انا بس لخلوني اكمل الفكره هن ماشيين لا يعني انه هيدا الشيء صحيح مليون بالمية ولا يعني انه هو غلط مليون بالمية في ناس بيتقبل وبتقول لك هو مبسوط من الخدمات اللي عم يقدم لي اياها بي وانا مبسوطه من المال اللي عنده اياه لانه هو اكيد اذا ما عنده مال ما حياكل هي الفكره انه نحن اليوم جايين ندرس اذا رئيس غلط مليونين بالمية بس لحظة ما عم اقول انا صح عم تحكي الله يوفقك عمي لا وجبل اول مره عم تحكي انت العال يا زكية انت هاي مصلحة قالوا مال ولك قلبت والدنيا راس عقب يا عمي فالفكرة انه هيدي الزيجات اللي عم بقول لك يا ابو جبل عادة. هو بمحل كثير منطقي وين راحت القيم؟ وين راحت المشاعر؟ وين راح ال يعني السوسايتي السوسايتي تبعيتنا نحن هلا بنات بين بعض لما يقعدوا منقول يي تجوزت فلان الفلاني اللي معه كذا 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 يا ست زينة غلط هيدا غلط زينة ايه بس هيدا اللي عم بيصير اسألك بالله العظيم ليش عم جابوا لك واحد معه مليون دولار وما بطي وحبيتي واحد ما معه شيء اينو بتعرفي يا عمي تجوزته من غير تاخدي اللي ما معه شيء بهالزمن اللي نحن فيه صعب انا بشتري ايه انا بشتغل بس عفوا فاطمه بتشتغل اذا كان طموح هو وراضيان يشتغل باخده زينب بتتزوجيه حتى لو ما كان معه مال انت بتشتغلي اكيد اذا حتى كان لو طموح اذا كان طموح وبده يفتح شغل او شيء اكيد بوقف بس للاسف هذا مش الواقع بمجتمعنا اليوم شو الواقع اليوم بمجتمعنا العربي وتحديدا اللبناني اليوم عم بحكي تحديدا لنكون اكثر فوكست على لبنان اليوم بالمجتمع اللي عم بيعاني من مشاكل اقتصاديه المجتمع اللي عم بيعاني ماديا اليوم اذا بتلمسي على الارض فعليا مش كل الناس بيفكروا مثلها في ناس عندها حسابات في ناس عندها مطامع وفعليا بالانتخابات الاخيره كان في كثير حالات بين عائلات سياسيه معينه كان في تركيبات زواج بين ابنائهم او الجيل الثاني او الثالث بس لحتى تخدم مصالح انتخابيه ويضلهم بمواقعهم على كراسيهم والأمثلة كثيرة وبعرف أنه كلنا منعرفها هذا واقع بمحله واقع الشعب اللبناني اليوم كمان يلي عم بيعاني أكيد البنت بدها تفكر تأمن حالها أكيد بدها تفكر أنه تكون عم تتقرب من شخص يكون مرتاح ماديا أو حتى الرجل اليوم لأنه اليوم ما بقى في هيدي الأنا يلي بس بتشبه الرجل الشرقي يلي عطول عنده الفوقية اليوم صار قابل الرجل أنه يعمل تنازلات من رجولته خليني أقول ليأخذ أمرأة مرتاحة أكثر منه طمعا بالمال هيدا واقع ما عم بقول تنازلات من رجولته برأيك فاطمة بتقبل تعيشي مع رجل وضعه المادي ما كتير مرتاح لا هلا لا ما بتقبل لا وفي عندي تعقيب في حدا وما بدنا نذكر اسمه تخلت عن توجهاتها السياسية وتخلت عن دينها وحبت شخص بس معه ملايين يعني يا ترى هل هو لو ما معه ملايين كانت تزوجته كانت بالأوب ما بدي أقول اسمه كان عرسها مش من زمان وأخذت شاب من عنا من الطائفة وهي كانت بغير مكان وهو بغير مكان هيدا زواج يا ترى يا ترى هل لو كان فقير من حقها تعمل هيك بتدينيها انت لو كنتي محلها من حقها تعمل مثلها لا مش انا عم حاول اعمل مثلها عم بس ما ما بدي احاول تعمل بدك تعملي مثلها قلت لك بدي اتزوج حدا بس عشان بس عم عفوا شو عم يتعمم نموذج يا جماعه بدي عن الزواج فكره عن الزواج قائمه على بس اللي في مكان طلاق عالي ما في نسبه طلاق كثير عاليه في نسبه طلاق بالمقابل ممنوعه دائما في ناس محط النظر وحياتهم هي بتبقى صدف بتصير هي اكزامبل الكل بده يصير مثلها يعني بتعمل. يعني مره بتزبط مع حدا 1 ان مليون من 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 قصه فقير لغني بيصير الكل بده يعمل نفس ستابس ما بتزبط برايك الي امكانيه الخيانه هون بتصير اكبر طبعا امكانيه دير. الابداع بيعملوا شو ما كان ممثله ساعه هون الغايه تبرر الوسيله الخيانه يعني ليش بحبوا بعض عشان انا ما بعرف اللي بيجوا لعندي شو بس اللي بحبوا بعض ما بيخونوا بعض بس هات شو جاي اذا وحده لنقول معها كثير مصاري ورفعت الرجال لفوق من ورا مصرياتها اوكي عم بعطيهم كيسز بيجوا لعندي طيب صار هي عندها الباور هو سلطة. ما عنده شيء صار هي عندها السلطه نعم السلطه بايديها هو ما حيحس حاله
رجال مزبوط بصير يخونا، بجد يخونا تيحس حاله رجال. طيب ليه بدنا نفوت بكل هالقصص هدول؟ مش بس هيك، شو وقتها داعيات هيدا الموضوع على الاطفال، على نفسيه الاطفال؟ يعني عال هي مرتاحه وهو مرتاح واثنيناتهم قبلانين بفكره انه كل واحد عم ياخذ مكاسب معينه، ممكن يستمروا ممكن يطلقوا بس ممكن يستمروا. مزبوط. وخصوصا بالعائلات السياسيه بيستمروا لانه في برستيج العائله وفي كل هيدي الامور. الاطفال كيف بعيشوا؟ يعني اليوم تخيلي رابعه انه اليوم بيكون في ام وبي متجوزين عن حب وعن كل شيء، وبيطلع الاولاد عندهم اثار نفسيه او تداعيات نفسيه من اي مشكل ممكن يصير بالبيت. فتخيلي انه اليوم اولاد عم يتربوا بين بشركه، وكتبريها شركه، يعني اليوم شركي. في عقد بيني وبينك، بتزوجك صفقة. صفقه، انا بدي منك مصرياتك وانت انت بدك مني ولد. فتخيلي قد ايه ما بيكون في حب ولا انسجام ولا بيئه امنه وبيئه عاطفه لهدول الاولاد ليكبروا فيها، وقد ايه الاولاد بيكونوا عم بيشوفوا تعامل الام وبيهم مع بعض قديش هو تعامل تجاري واقتصادي او تعامل مادي منه تعامل عاطفي ومعنوي. ما في موده، ما في احترام. قديش في مفاهيم عندهم لهالولاد حتركب على هذا الاساس؟ يعني هن اطفال حكما. لا لا يعني نعترض. شوف مين ما هو صحيح مايكل، نحن بكل الحديث اللي عم يقطع بين الكل عم نعمم عم نكبئ الجلوب عم بيكبر عند عند فاطمه عند شادي عند الكل، بس هذا الشيء نحن ما فينا نقول مبالغ. لا عم تبرر علاقه ناجحه بلا مشاعر. فيها ما قلت بلا مشاعر، انا من الاول اصريت انه ما في علاقه بلا مشاعر، انا قلت بدها تنخلط بين الاثنين وفسرت قلت انه المصلحه بدنا نعترف كلنا سوا انه كلنا عندنا مصالح مع بعض. نعم. ومنا كلمه بشعه وبلا حب ما حيمشوا، يعني نحن هون مش شغلتنا نربي العالم. لا أو نعطي رأي. نعمم حتى مايكل ولا نعمم يعني اكزاكتلي يعني انا ما في اجي اقول هيدا الصح وهيدا غلط، اختي انت بتعملي اللي بدك اياه حره انا ما لي بحياتها. بونيتا انت من بدايه الحلقه لهلا انت مصره على زواج المصلحه، انت شفتي ناس وشواهد وامثله نجحوا بزواج المصلحه، عقلك هو الفارض حاله. عم بحكي اليوم انا. أي. اكيد كان مختلف، واليوم فاطمه لو وصلت للكونكلوزيون اللي هي فيها اليوم من وراء التجارب وشو عم بتشوف انت شو النتيجه اللي وصلتي هلا. بشوف بدي اقول شغله لزينه، كانت عم تقول انه ايه بتاخده اذا بطموحه وبيعمل مستقبله، حبيبتي هذا ما راح تلاقيه بلبنان. طموح يوك ما في ما في ما في برات لبنان. انا معك انا بساندك بس في فلتات في فلتات في فلتات بعرف، وحتى ان شاء الله يجيني حدا مثلا معه مصاري ويحترمني ويحبني واهم شيء يحبه، بس بعتقد صعبه يعني ما ربنا ما بكملها يعني لا معي او مع اللي انا بدي اياه. بس بالنسبه للاولاد اذا بيربوا بمصالح مشتركه لما يكبر هو بيرجع بيختار حياته، اذا بيظهر مع بنت بحبها ولا لا، اذا هي بتظهر مع شخص بتحبه. بونيتا بس بدي اسالك سؤال، يصطفلوا بس يكبروا عايشونا 20 سنه لقدام. عاده عم حكيت شروق عن صفقه معينه، صفقة عن شركه معينه، عن كونترا. هيدي الكونترا عاده نحن بنعرف بالشغل وبالبزنس بيكون دائما في حذر، يعني انا حذره من شريكي وشريكي حذر مني، دائما في عم يعني عم ننتبه مين ممكن يسرق الثاني، مين ممكن ياذي الثاني. بس انا بنام يعني دائما. هل هالشيء بيبني حياه زوجيه؟ بيبني حياه زوجيه طبعا عند بعض الاشخاص، لانه بخف التنس بيكون في بس احترام ومصالح. الاولاد بيربوا بمشاكل اخف بالبيت، اخف من الحب. الحب بحب برا حبيبتي، لحظه اليوم بحبه برا. وين بحبه؟ وين بده يحبه؟ بحب بحب برا، بس يسافر بياخذ اللي بحبها بسفرها معه بعيش اربع خمس ايام. ليش عم بتبرري او عم بتشرعي الاستثناءات والشواذ؟ انا هيك عم شوف، هيدا شواذ، هيدا استثناء. نحن عايشين بشواذ. ملاك انت اليوم بيجيك عروض زواج من شباب اصغر منك بمنيح، ويمكن تجي امهم تطلبهم او بيحكوكي بشكل علني انه بدنا نتزوجك. مزبوط. شو هيدا الزواج؟ هيدا صارت ما بعرف انه ايه ليه نو 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 اكيد لا يعني نو اي. انت ليه بترفضي؟ اذا انت بدك رجل بحياتك وهو انا اليوم اذا بدي اخذ رجل بحياتي بده يكون سند لإلي. هيدا السند ما حيكون شاب صغير اصغر مني، حكون انا سند له. سند المادي ولا لا؟ لا سند معنوي ومادي. مش ممكن يكون اصغر منك وسند لإلك؟ صعبه، لانه عقل المراه دائما اكبر من عقل الرجل. بس ممكن تلاقي واحد عمره 50 سنه وما يسندك. ما بنرجع بنحكي على ممكن وما ممكن، بس ما عم بحكي بشكل عام. عمر صغير يعني يكون عمر صغير لإلي بحس انه لا انه ما بتزبط. واقع الحياه منه ورده مثل ما عم نفكره، عايشين بالشواذ، عايشين بالغلط. هيدا الواقع، وهي الاكثريه اكثر من الاقليه، لان كله مغلف بعباءه البيت والقيم والوطن. بس شادي والدين. هل مع الاسف عم اقول هيدا الشيء، بس هيدا واقع. طب شو هل هالشواذ اللي عم تسمعيه من معظم الاراء
هو صار واقع بدنا نتقبله قبل ما بدناها ترد عليه. انت يعني مصره انه الزواج منه شركي، الزواج شركي بدليل انه بنقول له شريك حياتي، نحن الزواج العادي شراكه شركة. بس هي شركي، الزواج شراكه شراكه بس هي شركي شريك حياتي مؤسسه. هل هي شركي؟ هل هي شراكه؟ الزواج هو شراكه، بس ليه بنسميه مؤسسه؟ مؤسسه يعني شركه، لانه المؤسسه شيء، يعني لما نقول مؤسسات المجتمع بنقول العائله المدارس والجمعيات وكذا، لانه نحن عم نحكي عن مؤسسات هن بياسسوا جيل او بياسسوا شيء معين. نعم. اما الشركه هي انا وياك اليوم عاملين شركه على اساس انه بننتج منها برودكتس معينين، وفي بند جزائي بيني وبينك وكل هول الخبريات، في مصالح انا بحط راس المال. الزواج هو شراكه، اليوم في مشاركة لحياة من الألف للياء مع شريك تاني، يعني بدك تحمليه بكل طبعه بكل وضعه، وهيدا الشيء اللي خطر بالمصلحة. إنه المصلحة بتبلش على إنه أنا اليوم تزوجت واحد لأنه معه مصاري، بس يمكن تدور الأيام وتخلص مصرياته. زواج مبني على المصالح برافقه الشك؟ أكيد برافقه كتير قصص. أبرزها الخوف من الشخص التاني، ما في ثقة بالشخص الثاني، حيكون ما حيكون عندك هالثقة الثانية. يعني إذا أنا اليوم متزوجة هذا الشخص اللي بوجهي بس عشان إنه بدي أسس عائلة وجيب أولاد منه وكل هالخبريات، كنساء ومن تجربتي مع النساء دائما بيكونوا عايشين بخوف وقلق إنه هذا الشخص اللي بوجهن أكيد عم بخونهم، أو بمحل من المحلات هن بيكونوا عم بفكروا، أو العكس إنه هو كمان بيكون عم بفكر ذات الشيء، أو كمان ممكن هي تكون عم تفكر إنه أنا ماني مضطرة اني كفي حياتي او انه اكون لويل وهالقد مخلصة لشريكي. ما نحن اصلا على مصلحة، في يروح بحدا غيره برا. تداعيات زواج الفكر. المصلحة على المجتمع، وهو شيء موجود وهو مثل ما قلنا تاريخي. تداعيات هيدا الزواج، تداعياته على المجتمع انه بده يصير عندك مجتمع مبني على اساس المصالح المادية مش المصالح العاطفية. مجتمعنا مبني على المصالح المادية، مزبوط، بس ما اليوم هذا الشيء ما بيطلع جيل ناشئ على معتقدات سليمة وصحيحة، ما بيطلع جيل مبني على اساس الشراكة والمودة والعاطفة، لانه اليوم ما فينا ننكر انه اوكي العقل هو الشيء الجوهري بجسمنا، هو بيسير لنا امورنا، بس ما اليوم كمان في عندنا الشق العاطفي اللي هو كمان بده يسير لنا امورنا. بس زواج العقل بيوصل للعاطفه، مش دائما بيقولوا لك الاهل زوجي عن عقل، مش دائما. مع هالكلام بنوصل لختام حلقتنا. شروق قطيش شكرا لك، شكرا لكم فردا فردا على مشاركتنا ارائكم بهالحلقه وبموضوع هالقد موجود بمجتمعاتنا. بيتزوجوا هو كرمال الجنسية، هي كرمال حسابه المصرفي، هو كرمال مال أو سلطة أو جسد، هي كرمال منصب أو لقب. بيتزوجها لأنها جميلة وواجهة حلوة بالمجتمع، بتتزوجوا لأنه الجمال بده رأس مال للظهرات والسهرات والساعات والسفرات. هو زواج تقاطع مصالح وحسابات، شركة مش شراكة، ربح وخسارة وصفقات تحت مسمى زواج المصلحة. البعض بسميه زواج العقل اللي ما فيه لدقات القلب مطرح، ممكن ينجح، ممكن يستمر، ممكن يعمل عائلة، لكن ما ممكن يجمع قلبين عم خدة أو عشرة سراء وضراء. هو مساكنة شرعية مش سكن وسكينة. قدي في ناس حوالينا بيتزوجوا هيك، كتار ما بيقولوا، نعرفهم، هيدي حريتهم. تصبحوا على ألف خير.